استقبال وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار للسفير الفرنسي لدى البلاد سعادة برتران كوشيري ومعاونيه يهدف إلى التباحث والنظر في كيفية تنفيذ مشروع إعادة تكوين تاريخ المناخ والبيئة والمصادر المائية في فترة لا تقل عن 10 سنوات، وكذا إجراء حفر لتوسيع بحيرة تشاد على جميع رواسبها، إلى جانب فهم تطور نظام الرياح الموسمية الإفريقية التي تعتبر العنصر الأساسي لهطول الأمطار، وإعادة توزيع بخار الماء على النطاق المداري في الهواء. كل هذه التوضيحات التي تعرف عليها وزير التعليم العالي البحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار أثناء مداخلة المكلفة بالمشروع فلورانس سيلفستر. أما السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة برتران كوشيري وعقب خروجه من اللقاء قال إن هذا المشروع البالغ تكلفته 2.5 مليون يورو سيساعد البلاد في الحفاظ على التراث الثقافي الذي تمتاز به، مضيفا بأن اللقاء سمح لهم بتوضيح الإشكاليات حول هذا المشروع للوزير، وطلب منه تقديم الدعم المعنوي من أجل إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن. هذا ونشير إلى أن مدة تنفيذ هذا المشروع حوالي 2 شهر، وسيسهم في إيجاد آلية مستدامة لبحيرة تشاد لـ10 سنوات قادمة.